الست ام اميرة الست الفاضلة، كل الناس عارفين ان هي حماتي ومرات عمي، بس هي مش كانت حماتي ومرات عمي بس، هي كانت امي وكانت ابويا بعد ما ابويا توفى، وكانت الصديقة وكانت الظهر وكانت السند وكانت كل شيء في حياتنا، لانها هي قامت بدور الاب والام والاخت والاخ والصديقة، وهي اللي علمتنا وهي اللي ادتنا قدوة وهي اللي ادتنا وهي اللي أسست فينا روح الشغل وفرق روح المحبة وروح التجمع. فأم أميرة مفروض هي تبقى الأم المثالية، وهي ما ماتتش، أم أميرة موجودة معانا بمحبتها وموجودة معانا بكل حاجة من ذكرياتها اللي فاتت.